هكذا يبدو المشهد بمطار وهران الدولي، الكل يبحث عن مكان لرحلة العودة بين المغتربين الجزائريين. فبعد تقليص الرحلات الجوية المتجهة نحو أوروبا مع انتشار فيروس كورونا وقبل أيام من إلغائها تماما، يعيش المسافرون حالة من الترقب حول مصير رحلاتهم. وي الناس كاع مقلقين باسكو الا عنده ولد كاين اللي مريض كاين اللي عندها بروبليم كيما انا باريزوم نحكي لك لا سيتياسيون تاعي انا عندي كوميرس دوك عندي لي زومبلوي جي با دو فامي اون فرانس دوك خليت لي زومبلوي وحدهم تبا دوك اون با الشوا الفو اتون تي تو يعني كل واحد راه عنده حاله خاصه به كاين اللي جابته الغبينه كاين اللي جابته الموت كل واحد وكيفاش على الاقل يهضر معنا مسؤول يفهمنا ويقول لنا اسكو غادي نمشوا ولا غادي نقعدوا. فيروس كورونا الذي لن تسلم الجزائر منه وتزايد عدد حالات الاصابه به، تتشدد الإجراءات الاحترازية التي يشرف عليها طاقم طبي على مستوى مطار وهران وتصل بحجز كل مشتبه به فور وصوله لمركز المراقبة. دولا الماسك، دولا شارلوت، ليغون، لبسوها هذه. لبسوها، بعد نزيدوا لها هذه، نزيدوا لها لا سيغ بلوز. نديروا له الشوخ شوشات نعمروا هذاك الانتروغاتوار الامبريمي نعيطوا 931 جو يدخلوا مع لابيس ما خرجوش مع لي باساج عاودوا خرجوهم من لابيس يرفدوه ديجا راه لابس وكل شيء ويدوه ديريكتومون للسيرفيس انفيكسيون. وان كانت هذه الاجراءات ضروريه للحد من انتشار فيروس كورونا، فانه يبقى على المواطن التقيد قدر الامكان بشروط السلامه الصحيه لتجنب انتشاره على نطاق أوسع.